بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم قراءة في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ما زلنا في كتاب الطهارة، وكنا عند قول المؤلف رحمه الله عن الماء الطهور: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول المؤلف: إذا كان الماء الطهور قد تغير بأحد هذه الأشياء فإنه لا يكره، لأن هذه الأشياء مما يصعب تحرز عنه في الغالب. إذا تغير بمكثه، أي ببقائه في المكان، وهو ما يسمى بالآسن، فإنه لا يضر، يجوز التطهر به. أو تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه كالطحلب، أو بمروره بالمجرى، تغير بسبب مروره في المجرى، أو بورق شجر تساقط إليه مما حوله أو مما تحمله الرياح، أو بمجاورة ميتة، يعني كان قريبا من هذا الماء ميتة، والميتة ما مات من غير زكاة من الحيوانات. فإذا تغيرت رائحة الماء برائحة الميتة فهذا لا يؤثر، لأن الماء في حد ذاته سليم. هل يمكن أن تنتقل رائحة الميتة إلى الماء؟ نعم، يمكن، والماء يتأثر بها نوعا ما، فهذا لا يؤثر على الماء، لأن الماء في حد ذاته سليم لم يتغير، وإنما تأثر بهذه الرائحة فلا يؤثر ذلك في طهوريته. أو سخن بالشمس، يعني بأشعة الشمس، فإن هذه السخونة لا تضر الماء الطهور ولا يكره استعماله، خلافا لمن زعم أنه يكره، قالوا لأنه قد يورث البرص، ولكن هذا شيء غير ثابت ولا معروف، إنما هو توقع من بعض العلماء رحمهم الله. والغالب أن المياه لا تسلم من أشعة الشمس، خصوصا الغدران والجوابي والأمكنة البارزة لا تخلو من أشعة الشمس وسخونتها بها، ولم يزل المسلمون يتوضؤون بهذه المياه. يعني فيكم مما يشق صونه عنه؟ تقريبا مما يشق صونه عنه ومما لا يؤثر في الماء. الماء في حد ذاته سليم. وكذلك ما سخن بطاهر، سخن بطاهر كالحطب ونحوه والغاز،
هذا أيضا لا يكره استعماله لعدم المحذور بالمادة التي سخن بها لأنها طاهرة، بخلاف ما سبق أنه إذا سخن بنجس فإنه يكره، أما ما سخن بالطاهر فإنه لا يتأثر، وإن كان تغير من برودة إلى سخونة فهذا التغير لا يضر. نعم. وما يذكر عن كراهة الوضوء مما مسته النار؟ هذاك في اللحوم، في لحم الجزور، ما عمم هذا على الماء والأطعمة. إيه. اللحوم والأطعمة. نعم. طبعا يدخل في هذا ماء السخان الكهربائي؟ يدخل في هذا كل ما مسخن سواء بالكهرباء أو بالغاز أو بالحطب. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. هذا انتقال إلى حالة أخرى من حالة الماء الطهور. الماء الطهور إذا وقعت فيه نجاسة، قالوا إنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ماء كثيرا، الحالة الثانية أن يكون ماء قليلا. فالحالة الأولى وهي أن يكون الماء كثيرا ضابطها أن يبلغ مقدار قلتين، تثنية قلة وهي الجرة الكبيرة من قلال هجر بلد قريب المدينة، يصنعون الجرار الكبيرة للماء، وقدر القلتين قالوا 5 قرب تقريبا، لأن كل قلة منهما 9 قربتين ونصف تقريبا، فيكون المجموع 5 قرب ويعرفها الناس. فإذا بلغ الماء 5 قرب فأكثر سقطت فيه نجاسة ولم تغير صفة من صفاته، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، فإنه يبقى طهورا يتوضأ به، لأن النجاسة التي سقطت فيه تلاشت فيه وذهبت وتغلب عليها الماء فلا تؤثر فيه. نعم. وأما إذا كان دون القلتين يعني أقل من 5 قرب سقطت فيه النجاسة، فإن الفقهاء اختلفون في هذا. بعضهم يقول ما دام أنه لم يتغير شيء من صفاته 3 فإنه لا تزال طهوريته باقية، وإن كان دون القلتين وإن غيرت النجاسة أحد أوصافه فإنه يكون نجسا. بينما بعض الفقهاء ومنهم المصنف هنا يقول إذا كان قليلا دون القلتين ووقعت فيه النجاسة فإنه يتنجس مطلقا ولا يجوز استعماله، تغير أو لم يتغير. وذلك من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث وهو النجاسة. فمنطوق الحديث أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا تضره النجاسة. نعم. مفهومه هذا منطوقه، وأما مفهومه فهو أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني تتغلب فيه النجاسة وتؤثر فيه فيتجنب ولا يتوضأ به. وسيأتي لهذا مزيد بحث عند القسم الثالث من أقسام المياه إن شاء الله. نعم. قال: ولا يرفع من هنا. نعم. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذا نوع آخر من أنواع الطهور، وهو أن يكون طهورا للمرأة دون الرجل، وذلك هو الماء القليل الذي خلت به امرأة
لطهارة كاملة من حدث، فهذا لا يرفع حدث الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أي بما بقي منها، مفاده أنه لو فعل ذلك لم يرتفع حدثه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، والنهي يقتضي الفساد. هذا مستند هذا القول. والقول الثاني أنه طهور للرجل والمرأة، فيجوز للرجل أن يتوضأ من فضل طهور المرأة، والدليل على ذلك أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من ماء من جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت له: إني اغتسلت منه من الجنابة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجمد. تطهر منه صلى الله عليه وسلم. فهذا نص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أن ما خلت به المرأة وتطهرت منه يكون سليما وطهورا للجنسين الرجال والنساء. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن فضل عن وضوء الرجل من فضل طهور المرأة فهو محمول إما على أنه منسوخ لهذا الحديث، نعم، وإما على أنه نهي كراهة، نهي تنزيه وليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه فقط. هذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم. المراد أحسن الله إليكم بفضل مائها ما تقاطر بعد وضوء أو ما بقي في الإناء؟ ما بقي في الإناء، هذا هو المعروف، لأن ما تقاطر منها لا يمكن الوضوء منه، إلا إذا تجمع في مكان، وهذا قليل الحصول، لكن المراد ما بقي منها في الإناء. أحسن الله إليك. ما بقي منها في الإناء. ومن العلماء من حمله على ما ذكرت، قال إن قوله صلى الله عليه وسلم إن نهيه عن توضؤ الرجل بفضل طهور المرأة ما تساقط من أعضائها، ولا يعني ما بقي في الإناء، نعم. لكن هذا الجواب فيه نظر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الماء الطهور بأقسامه، ما يكره منه وما لا يكره، وما طهوريته خاصة بالمرأة دون الرجل، انتقل إلى القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر غير الطهور. والطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره. فقال: إذا تغير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه، بسبب طبخ، بأن يطبخ فيه شيء طاهر، فإنه يصبح طاهرا لا طهورا، لأنه تحول عن أصل خلقته بسبب ما طبخ فيه، أو بطبخ طاهر فيه، أو ساقط فيه، بأن وضع فيه شيء غير لونه من المواد كالأشجار وغيرها من الأشياء الطاهرة التي وضعت قصدا في الماء، أي بإرادة وقصد من فاعل، وتغير هذا الماء أحد أوصافه، إما لونه أو طعمه أو ريحه، بسبب ما وضع فيه من هذه المواد، فإنه يتحول من طهور إلى طاهر،
لأنه لم يبقى ماء مطلقا على أصل خلقته، وإنما تغير أحد أوصافه بسبب قصد وفعل من فاعل، أو رفع بقليله، أو رفع بقليله يعني ما دون القلتين، المراد بالقليل ما دون القلتين كما سبق، رفع بقليله حدث بأن استعمل في طهارة من حدث وضوء أو اغتسال، فإن هذا المستعمل في رفع الحدث يتحول من طهور إلى طاهر، يتحول من طهور إلى طاهر، لأنه لم يبق ماء على إطلاقه، وإنما رفع بقليله حدث. ويفهم منه أن الكثير إذا تطهر منه الإنسان من حدث أصغر أو أكبر أن ذلك لا يضره لأنه كثير، كما لو انغمس فيه من حدث وهو كثير. أما إذا كان قليلا وانغمس فيه الإنسان لرفع حدث، أو توضأ بالغرف منه وتجمع هذا المتساقط من أعضائه في إناء أو في مكان، فإنه يصبح مستعملا ويكون طاهرا لا طهورا على المذهب. نعم، وهو الراجح يأتي هذا. نعم. قال: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. هذا من أقسام الطاهر، وهو ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. فإذا قام الإنسان من نوم الليل وغمس يده في الإناء، فإن الماء الذي في الإناء لا يصلح التطهر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس كفه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإناء بعد القيام من نوم الليل يدل على فساد هذا الماء، لأن النهي يقتضي الفساد، فلو خالف وغمسها قبل غسلها وهذا الماء قليل فإنه لا يتطهر به، يصبح طاهرا لا طهورا. هذا مستند هذا القول، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، فإذا غمسها فإن النهي يقتضي فساد هذا الماء. وخصوا نوم الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدري أين باتت يده، والبيات إنما يكون في الليل. نعم، إنما يكون في نوم الليل، في نوم الليل. والمراد باليد الكف، المراد باليد هنا الكف، من مفصل الكف. هذا مستند هذا القول. نعم. قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذا من أقسام الطاهر، وهو ما كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. فإذا غسل المتنجس من ثوب أو إناء أو غير ذلك ثم توبع الغسل عليه حتى زالت النجاسة ولم يبق لها عين ولا ريح ولا طعم، فإن المحل يطهر. إذا زالت أوصاف النجاسة عنه بالغسل فإنه يطهر، فآخر غسلة من هذه الغسلات تكون طاهرا، يكون ماء طاهرا، لأن النجاسة زالت قبلها عن المغسولة، عن المغسول، وجاءت هي بعدما زالت النجاسة، ولكن لا يبقى لا يزال لها بعض الأثر، لا يزال لها بعض الأثر ولو كان ضعيفا، فهذه الغسلة الأخيرة يكون ماؤها
من قسم الطاهر، من قسم الطاهر. هذا معنى قول المصنف رحمه الله. نعم. قال: والنجس ما تغير بجسد. هذه أقسام الطاهر كما ذكرها المؤلف رحمه الله، ثم انتقل إلى القسم الثالث من أقسام المياه. نعم. قال: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. النجس ما تغير بنجاسة، ما تغير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه، بنجاسة وقعت فيه، فهذا يكون نجسا بإجماع أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال، إلا أن إجماع أهل العلم على أن الماء المتغير بالنجاسة يكون نجسا يكفي في هذه المسألة، يكفي الإجماع على هذه المسألة. أو لاقى النجاسة وهو يسير، يعني وقعت فيه النجاسة ولم يتغير لكنه يسير، فهذا يكون نجسا لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه أن ما كان دون القلتين يحمل الخبث، أي يتأثر بالنجاسة ويتسلبه الطهورية ولو لم يتغير أحد أوصافه. نعم. قال: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. أو انفصل من أو من فصل من الماء عن محل نجاسة قبل زوالها، بأن تغسل به النجاسة أو الماء نزل عليها ولا تزال النجاسة باقية في المكان، فمن فصل منها فهو نجس وإن لم يتغير لما سبق. نعم. يعني كأن يغرف ماء من هذا الماء النجس، يمر على النجاسة ويجتمع في مكان أو يمر على مكان، فهذا الماء نجس، يغسل ما أصابه، يغسل ما أصابه هذا الماء، لأنه مر على نجاسة موجودة وباقية وهو قليل فيكون نجسا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس. هذه أقسام الماء: طهور وطاهر ونجس. نعم. على المذهب كما ذكره المصنف ها هنا، ولكن الصحيح في تقسيم الماء عند أهل العلم من حيث الدليل، نعم، أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور أو نجس. الحمد لله. طهور أو نجس، فيدخل القسم الثاني وهو الطاهر، يدخل في قسم الطهور. فالطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، والنجس هو النجس في ذاته الذي لا يطهر غيره. هذا هو التقسيم الصحيح. نعم. ويخرج ما لا يمكن أن يتوضأ به، يعني كل الأقسام التي ذكروها من ما خلت به امرأة وما انفصل عن ما نجاسة قبل زواله، من فصل كان آخر غسلة، نعم، زالت النجاسة بها، وما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، وما تغير بطبخ أو وضع شيء فيه، كل هذه تدخل في قسم الطهور، ويبقى الماء طهورا معها ولا تأثير لها فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، أو إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وأجمع على ذلك أهل العلم، ولأن الأصل في الماء الطهورية، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم. قال تعالى: وأنزل من السماء ماء ليطهركم
به، فالأصل في الماء الطهورية، ولا تسلب عنه هذه الطهورية إلا بدليل من الكتاب أو السنة، ولا دليل يدل على أن هذه الأشياء التي ذكروها تسلب الماء الطهورية إلا النجاسة، إلا النجاسة إذا وقعت فيه فغيرت أحد أوصافه، فقد أجمعوا على أنه يكون نجسا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير، طهر. هذا شروع في بيان وسائل تطهير النجس، تطهير الماء النجس. النجس، قال: الماء النجس يتحول إلى طهور في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا زال تغيره بنفسه، زال تغيره بنفسه وعاد كما كان، ليس فيه تأثر، لأن زالت رائحة النجاسة، زالت عينها، وزال ريحها، وزال طعمها، فإن الماء يعود طهورا، لأن العلة التي من أجلها تنجس قد زالت، فيعود طهورا كما كان في الأول. وقوله زال تغيره بنفسه، يخرج إذا زال تغيره بالمعالجة والصناعة، فإن هذا لا يجعله طهورا. إذا عولج وزالت عنه عوارض النجاسة بسبب المعالجة أو التصنيع، فإنه على ما ذكره المصنف لا يعود طهورا. نعم. قال: أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير. الحالة الثانية النزح، فإذا نزح الماء النجس بمعنى أنه استنزف منه بواسطة الغرف بالدلاء أو غيرها، حتى بقي بعد النزح ماء كثير غير متغير، فإنه يكون طهورا بذلك لزوال النجاسة بالنزح. نعم. فما قوله يا شيخ: إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه؟ هذه الحالة الثالثة. نعم. الحالة الثالثة من تحول الماء النجس إلى طهور إذا أضيف إليه ماء قليل كثير. نعم. إذا أضيف إليه ماء كثير، بأن صب عليه ماء كثير يعني يبلغ القلتين فأكثر، فزال تغيره بسبب الإضافة، فإنه يصبح طهورا لزوال المانع، هذا معنى الإضافة. غير تراب، إذا أضيف إلى الماء النجس تراب وزال تغيره فإنه لا يصبح طهورا، لأن التراب من غير جنس الماء، لأن التراب من غير جنس الماء، فليس هو من مطهرات الماء. نعم. عد التراب لأنه مما يتطهر به مثل كالتيمم مثلا، لأنه من الطاهرات التي يتطهر بها، لكن إضافتها إلى الماء لا تحوله من نجس إلى طاهر. وقوله نحوه مثل ماذا يعني؟ نحو التراب من المواد الطاهرة، من المواد الطاهرة الأخرى. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة المستمعون، في نهاية لقائنا نشكر لكم حسن استماعكم، ونشكر لشيخنا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان تكرمه بالتعليق على الكتاب وشرح غوامضه، ونستودعكم الله على أمل أن نلقاكم في لقائنا القادم إن شاء الله. ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.